بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. أنا الأستاذ الدكتور محمود عبده، أستاذ مساعد الأمراض المتوطنة والكبد بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. طبعا الموجات الصوتية بتمثل طفرة في ممارسة مهنة الطب الفترة اللي فاتت، وده نتيجة المميزات الكتير قوي للموجات الصوتية. الموجات الصوتية طبعا بيميزها إن هي تشيب وأفيلابل إيفريوير، ويميزها برضو ان هي ريال تايم اكزامينيشن، يعني احنا بنشوف الاورجنز واحنا بنفحصها ريال تايم. وطبعا تو بي اونست ان مفيش حاجه بتبقى يعني 100% كلها ادفانتجز، هي برضو ليها ديس ادفانتجز ان هي سام سورت اوبريتور ديبندنت، وفي نفس الوقت بيبقى فيها شويه تكنيكال ديفيكولتيز في العيانين الاوبيز والعيانين اللي عندهم جازياس ديستنشن. طبعا احنا قلنا ان هي بتمثل ثوره في ممارسه مهنه الطب الفتره اللي فاتت، لان في تو كونسبتس جداد الناس كلها بدات تادوبت الفتره اللي فاتت. الكونسبت الاولاني هو الموجات الصوتيه مين بيعملها، والكونسبت الثاني امتى اعملها during the evaluation of the patients. الكونسبت الاولاني مين بيعمل الموجات الصوتيه، تقريبا كل الميديكال سبيشاليتيز في الفتره اللي فاتت بتستعين في بالموجات الصوتيه في تشخيص الامراض بتاعتها، كل السبيشاليات الطبيه تقريبا. عشان كده بنقول نو سبيشاليتي اونز التراساوند، كل السبيشاليات ممكن تعمل التراساوند بروفايدد ان الادكويت تريننج بتاع البراكتشنر اللي هيعمل الموجات الصوتيه دي حصل. يعني الموجات الصوتيه عباره عن تكنيك محتاجه تريننج، اي ميديكال سبيشالست ممكن يعملها ويستعين بيها في تشخيص الامراض بتاعه التخصص بتاعه. الكونسبت الثاني هو امتى اعمل للعيان موجات صوتيه. بدا يظهر ترند الفتره اللي فاتت كده اسمه بوينت اوف كير التراساوند. احنا كنا متعودين ان الالتراساوند ده عباره عن انفستيجيشن، يعني المفروض كان بيتعمل في دوره during the evaluation of the patient، يعني بعد ما بناخد adequate history ونعمل adequate physical examination ونعمل لابوراتوري انفستيجيشنز، كنا بنطلب الايمجنج تكنيكس اللي هي كانت غالبا بتبدا بالموجات الصوتيه، وبعد كده لو العيان محتاج سي تي او ام ار اي فور فيرذر ايفالويشن كانت بتتعمل. دلوقتي طالع كونسبت هو وات اباوت ا كويك لوك انسايد بعد الاكزامينشن على طول. طبعا ده ساعات يعني بيجاوب على اسئله في المكان اللي العيان بيريسيف فيه الميديكال كير، وده بيأثر السيناريو والطريق بتاع الانفستيجيشن وبتاع تشخيص العيان. ان انا مثلا بعد ما بعمل انسبكشن للابدومن على سبيل المثال، الابدومن الالتراساوند بعد ما اعمل انسبكشن وبالبيشن وبركشن واسكلتيشن، ممكن احط البروب بتاع السونار على بطن العيان عشان اجاوب سؤال معين ممكن ياثر السكه او يجايد الفيردر انفستيجيشنز اللي انا ممكن اعملها للعيان. طبعا اللي يعمل ده لازم يكون حصل على ادكويت تريننج في الالتراساوند عشان ما يضرش العيان، لان طبعا اي تكنيك ان اكسبيرينسد هاندز الاوتكم بتاعها بيبقى احسن كتير جدا 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 بالنسبه للعيان. طبعا احنا بنقول بنحطه بعد الانسبكشن والبالبيشن والبركشن والاسكلتيشن، بنحط البروب على بطن العيان. ففي بعض الناس دلوقتي بتعتبر ان البروب بتاع الالتراساوند ده عباره عن الاستيثوسكوب بتاعت الانترنست، يعني احنا حتى في ناس بنسميه ايكوسكوب، وفي ناس بتسميه ذا ستيثوسكوب اوف ذا 21st century. فعشان كده الالتراساوند في الفتره اللي فاتت يعتبر بيمثل طفره في ممارسه مهنه الطب. واحنا كجزء من الناس اللي بتتبنى هذه الفكره ان احنا عايزين ندرب الناس كلها على ممارسه الموجات الصوتيه، احنا تقريبا في معظم المؤتمرات اللي بتتعمل دلوقتي احنا بننادي بتبني هذه الفكره ان احنا نعمل تريننج لليونج فيزيشنز عشان يستعينوا بالموجات الصوتيه في الامبروفمنت بتاع الميديكال كير اللي هم بيبروفايد للعيانين بتوعهم. وطبعا احنا بالنسبه لنا عشان الاريا اوف براكتس بتاعتنا هي الابدومن والبلفس، فاحنا هنعمل ديمونستريشن دلوقتي لفحص حاله ابدومن وبلفس بالموجات الصوتيه. احنا هنشتغل بالجهاز دوت، واحنا زي ما احنا شايفين ان جهاز الموجات الصوتيه بيتكون من مونيتور او شاشه، وبيتكون من كيبورد، وبيتكون من بروبس. طبعا البرنسبل بتاع الالترا ساوند بيعتمد على ان البروب ده اللي هو يعتبر اهم جزء في الجهاز بيحتوي على حاجه اسمها كريستل، والكريستل ديت بنعمل لها ستيميليشن بالكتريك كارنت، وده بيعمل لها فايبريشن ميكانيكال فايبريشن، والميكانيكال فايبريشن ده بيطلع الترا ساوند ويفز. الالترا ساوند ويفز دي بتخترق التيشوز اللي احنا بنفحصها
وتبقى ريفلكتد عند الانترفيسز ما بين التيشوز، وبيطلع الترا ساوند ويف ثانيه في اتجاه معاكس للالترا ساوند ويف الاولانيه، بتبقى ريسيفد باي ذا كريستلز انسايد ذا بروب، وتطلع الكتريك كارنت بيمشي في اتجاه عكسي برضو للالكتريك كارنت الاولاني، ويتحول لصوره على المونيتور اللي قدامي. ده ببساطه البرنسبل بتاع الالترا ساوند اللي احنا بنسميه ذا بيزو الكتريكال افكت. طبعا احنا عندنا ديفرنت بروبس فور ديفرنت انديكيشنز. في عندنا حاجه اسمها الكونفكس او الكيرف لينير بروب، ده اللي احنا بنستعمله في الابدومينال اكزامينشن. في عندنا حاجه اسمها اللينير بروب، ده برضو بنستعمله في الفحص بتاع سوبرفيشال ستراكشرز وبتاع الفاسكولار الترا ساوند او الدوبلر. وفي عندنا حاجه اسمها المايكرو كونفكس بروب، وده بنستعمله في الايكوكارديوجرافي. وفي عندنا حاجه اسمها الاندوكافيتري بروب اللي بنستعمله في الترانس فاجينال والترانس ريكتال اكزامينشن. ده البروب اللي احنا بنستعمله في الفحص بتاع الابدومن، ده بنسميه الكونفكس او الكيرف لينير بروب، وغالبا الفريكوانسي بتاعته بتتراوح ما بين 2.5 و5 ميجا هرتز. طبعا كلمه فريكوانسي معناها ذا نمبر اوف ويفز بير سكند، واحنا عندنا قاعده مهمه قوي في الالترا ساوند ان احنا كل ما بنزود الفريكوانسي كل ما الريزولوشن بتاع الصوره على المونيتور بيتحسن، لكن البنتريشن بيقل، والعكس بالعكس فايس فيرسا، يعني كل ما بزود او اقلل الفريكوانسي البنتريشن بيتحسن، لكن ده بيجي على حساب الريزولوشن بتاع الصوره على المونيتور. وطبعا ده بيفيدنا في الفحص بتاع العيانين اللي هم مثلا اللي بيبقوا اوبيز قوي، انا بضطر ان انا اقلل الفريكوانسي شويه عشان اعمل اديكويت بنتريشن واوصل للتارجت ستراكشر اللي هي تعتبر ديب شويه في العيان الاوبيز، ولكن ده بيجي على حساب الريزولوشن بتاع الصوره، وده السبب ان احنا بنعتبر ان الاوبيزيتي وان اوف ذا تكنيكال ديفيكولتيز في الالترا ساوند. طبعا احنا قبل ما بنفحص العيان احنا بنحاول ان احنا انستراكت هيم ان هو يبقى فاستنج، لان الفاستنج ده بيفيدنا في فحص الابدومن في حاجات كتيره قوي، اهمها طبعا ان هو بيقلل كميه الجازز اللي موجوده جوه الابدومن. بنقول العيان يصوم 6 ل 8 ساعات، ده بيقلل كميه الجازز، وده بيخلي الجول بلادر اديكويتلي فيلد لانها بتبقى ريستنج جول بلادر، فده بيخلينا اكثر قدره على تقييم وجود الجول بلادر ستونز او اي باثولوجي جوه الجول بلادر. والحاجه الثالثه ان هي بيخلي الميزنتريك سيركيليشن بيزل، فده بيخلينا نحصل على ارقام حقيقيه، يعني لما نيجي نعمل دوبلر اسيسمنت ولا حاجه للميزنتريك فيسلز. طبعا الصيام مهم زي ما قلنا، وده ديورينج ذا ابدومينال اكزامينشن، ولما بنيجي نفحص البلفس بنعمل نخلي العيان يشرب ميه كتير عشان نعمل اديكويت فيلنج لليورينري بلادر، لان الاديكويت فيرد يورينري بلادر بتعتبر الويندو تو ذا اسيسمنت اوف ذا بلفس. الاكزامينشن اوف ذا بلفس في وجود امتي بلادر بيبقى صعب جدا 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 جدا. فالقاعده كيب ذا بلادرز فول، الجول بلادر بتبقى كيبت فول عن طريق الصيام، واليورينري بلادر بتبقى فول عن طريق شرب الميه قبل ما نعمل البلفيك اكزامينشن. طبعا ده البروب بتاع السونار اهوت. اي بروب الترا ساوند بيكون فيه حاجه اسمها ماركر عليه عشان يعرفنا ان ده دايما الاتجاه الاب بتاع البروب، وده مهم جدا عشان الاورينتيشن بتاع البروب. واحنا دايما بنستعين في الفحص بالجل، لان الجل بيمبروف الكونتاكت ما بين البروب وما بين السكين بتاعه العيان، وده يعمل افيشنت ترانسميشن للالترا ساوند ويفز للتارجت ستراكشرز اللي انا عايز افحص. احنا طبعا يعني زي ما بننصح الناس ان انت عشان ما تنساش حاجه لازم تبقى سيستماتيك في الفيزيكال اكزامينشن، برضو بننصح الناس ان انت لازم تبقى سيستماتيك وانت بتفحص بالالترا ساوند عشان ما تنساش حاجه. عشان كده احنا دايما بنحاول ان احنا نفحص ان بلينز، واحنا البلينز الرئيسيه اللي احنا بنفحص بيها اول حاجه اللونجيتودينال ميد لاين سكان. احنا عندنا الالترا ساوند ماشينز بتبان بالمنظر دوت معظمها، يعني هي بتبقى نفس الكونستيتوينتس تقريبا. احنا عندنا مونيتور وعندنا الكيبورد وعندنا البروبس. احنا عندنا طبعا ديفرنت بروبس فور ديفرنت انديكيشنز. البروب ده اسمه الكونفكس او الكيرف لينير بروب، وده اللي بنستعمله غالبا في الابدومينال اكزامينشن. وفي عندنا حاجه اسمها لينير بروب، وده اللي بنستعمله في الفاسكولار الترا ساوند والاكزامينشن بتاع السوبرفيشال ستراكشرز، وده غالبا بيبقى هاي فريكوانسي بروب، يعني ده بيبين لنا تفاصيل اكتر، لكن البنتريشن بتاع الالترا ساوند ويفز بيبقى ضعيف شويه. وفي عندنا بروب زي ده بالظبط لكن بيبقى صغنطوط بنسميه المايكرو كونفكس بروب، ودوت بنستعين بيه في عمل الكاردياك الترا ساوند او الايكوكارديوجرافي. وفي عندنا حاجه تانية اللي هو الاندوكافيتري بروب، وده بيبقى بروب طويل كده بنعمل بيه الترانس ريكتال الترا ساوند وال
ترانس فاجينال الترا ساوند. عندنا طبعا الفكره بتاعه الالترا ساوند زي ما قلنا احنا في عندنا حاجه اسمها البيزو الكتريكال افكت. البيزو الكتريكال افكت ده معناه ان انا عندي كريستلز بتبقى موجوده جوه البروب ده. الكريستلز دي بنعمل لها ستيميليشن بالكتريك كارنت بينتج عن الاستيميليشن بالالكتريك كارنت ده ميكانيكال فايبريشن، والميكانيكال فايبريشن ده يؤدي الى الايميشن بتاع الترا ساوند ويفز بتخترق التيشوز اللي احنا عايزين نفحصها، وبيحصل للالترا ساوند ويفز دي ريفليكشن عند الانترفيسز ما بين التيشوز اللي احنا بنفحصها، فهيطلع لي الترا ساوند ويفز في اتجاه عكسي للالترا ساوند ويفز الاولانيه، هتعمل برضه هتبقى ريسيفد باي ذا كريستلز انسايد ذا بروب وتتحول لالكتريك كارنت في اتجاه عكسي، يعمل لي صوره على المونيتور اللي احنا بنتابعها واحنا بنفحص العيان. ده ببساطه البرنسبل بتاع الالترا ساوند، وده بنسميه البيزو الكتريكال افكت. احنا بنستعين بالجيل في الفحص بتاع العيان لان الجيل بيمبروف الكونتاكت ما بين البروب وما بين الابدومينال وول، وده بيعمل افيشنت ترانسميشن للالترا ساوند ويفز، فده بيعمل كلاريفيكيشن للصوره وانا بفحص العيان. طبعا احنا زي ما بننصح الناس في الفيزيكال اكزامينشن ان انت يو هاف تو بي سيستماتيك عشان ما نفقدش حاجه معينه في الفحص بتاع العيان، برضو ديورينج ذا الترا ساوند اكزامينشن احنا بننصح الناس ان هم يبقوا سيستماتيك قدر الامكان عشان ما ننساش حاجه. طبعا الغرض من التريننج بتاع الالترا ساوند ان احنا نمبروف الكوردينيشن ما بين الايز والهاند والبرين وانت بتعمل انتربريتيشن، بنسميها هاند برين اي كوردينيشن. وده بيجي من كتر التريننج، كل ما بتدرب اكتر كل ما الكوردينيشن ده بيتحسن، والتايم اللي بيبقى كونسيومد ديورنج ذا اكزامينشن بيبقى اقل، وطبعا البرودكتيفيتي او اليلد بتاع الاكزامينشن بيبقى اكتر. احنا عشان نفحص اول حاجه الابدومين، الابدومينال اكزامينشن بنفحصها بالكونفكس بروب، وزي ما قلنا ده غالبا الفريكوانسي بتاعته بتبقى من 3 ل 5 ميجا هرتز، وقلنا البروب دايما بيبقى عليه انديكيتور او ماركر بيقول لي ان ده الاب بتاع البروب، دايما ده لازم يبقى باصص لفوق كيفالات ناحيه راس العيان، ممكن يبقى يميل ناحيه يمين العيان شويه او ناحيه راس ناحيه شمال العيان شويه، لكن طبعا لو مسكنا الانديكيتور يبقى داونورد، طبعا الصوره بتطلع مقلوبه على المونيتور، فلازم نبقى واخدين بالنا من قصه الاورينتيشن بتاع البروب ده لان ده حاجه مهمه جدا. لما باجي افحص بطن العيان اول حاجه انا ببص بعمل اول بلين بفحصه هو ساجيتال ميد لاين سكان او لونجيتيودنال ميد لاين سكان، وده بيبين لي الاستراكشرز اللي باينه قدامنا على المونيتور ديت. الاستراكشر دي هي كالاتي، اول حاجه دي الابدومينال وول، ودي بتبان ان ديفرنت لايرز لان احنا بيبقى عندنا كونفكستي بتاعه البروب زي ما انتم شايفين، وعندنا الديفرنت لايرز بتاعه الابدومين سكين وسبكتينوس تيشو والماسلز بتاعه الابدومين، وبعد كده بيبان لنا خط ابيض كده ده الجليسونز كبسول اوف ذا ليفر، وبعد كده بيبان الليفت لوب اوف ذا ليفر من اول هنا لغايه هنا، وبيبان لي خط هنا كده لونه ابيض بنسميه الليجامنتم فينوزم، والليفر تيشو اللي تحتيه ده بنسميه الكوديت لوب اللي هو سيجمنت 1، وبعد كده الانفيرو فينا كافا ده بيبقى الموست بوستيريور زي ما احنا شايفين. وطبعا لو احنا ركزنا قوي في الديتيلد ستراكشر بتاعه الليفر هنا هنشوف عندنا فاسكولار ستراكشر تقريبا الوول بتاعتها امبرسبتبل او انفيزبل، ده بنسميها الهيباتيك فينز. خد نفس جامد لو سمحت. اللي احنا شايفينه قدامنا ده حاول تكتمه جوه قدر الامكان، تمام. ده الليفت لوب اوف ذا ليفر، ده الليفت لوب اوف ذا ليفر، وده الليفت هيباتيك فين، وده الليجامنتم فينوزم، وده الكوديت لوب، وده الانفيرو فينا كافا. دي الديتيلد ستراكشر اللي احنا بنشوفها هنا. وطبعا لما بنيجي نتكلم على الليفر ان جنرال لازم نكومنت على 7 ايتمز في الالترا ساوند عشان يعتبر الوصف بتاعنا كومبليتلي، او يعتبر احنا عملنا اديكوت اسيسمنت للليفر. احنا بنكومنت على حاجه اسمها السايز وعلى السيرفيس، وبنكومنت على الايكو باترن، وبنكومنت على الهيباتيك فينز، وبنقول في فوكال ليجنز ولا لا، في انترا هيباتيك بيلي راديكال دايليشن ولا لا، وبنكومنت على البورتال فين دايمتر اند بيتنسي، تمام. طبعا احنا عندنا السبان بتاعت الليفت لوب دوت لو حاولنا نقيسه المفروض ان هي ما تزيدش عن 10 سم، اكتر من كده الليفت لوب ده بيبقى انلارجد وبنعتبر ان فيه هيباتوميجالي، هو هنا يعني 10.3 سم، فده يعتبر مينيمال انلارج ليفت لوب اوف ذا ليفر. طبعا لو احنا بصينا هنا نلاقي دي صوره اوضح للليجامنتم فينوزم واضحه قدامنا اهوت في على المونيتور، وطبعا عندنا هنا الاستراكشر اللي بتبان قدامنا على المونيتور هنا دي اسمها السبلينو بورتال كونفلوينس، يعني ده نهايه السبلينيك فين وبدايه البورتال فين، وده جزء من البنكرياتيك تيشو
وده جزء من البنكرياتيك تيشو بيبقى باين قدامنا هنا، جزء من البنكرياتيك هيد زي ما احنا شايفين. طبعا ده الساجيتال ميد لاين سكان او لونجيتيودنال ميد لاين سكان. طبعا البلين الثاني اللي انا بنقل عليه على طول حاجه اسمها البورتا هيباتس سكان، وده البروب بيتحط فيه بيربنديكولار على الكوستال مارجن في الميد كلافيكولار لاين عشان نفحص الجول بلادر كويس. زي ما احنا شايفين على المونيتور، خد نفس لو سمحت، دي الجول بلادر زي ما احنا شايفين. الجول بلادر ديت بتبقى بايريفورم ستراكشر كده، بتتكون من ديفرنت بارتس. الجزء ده بنسميه الفاندس اوف ذا جول بلادر، وده البودي، ودوت الانفانديبولم، وطبعا هي ممكن تتفرد احسن من كده شويه. اللي بيبان في البورتا هيباتس بوستيريور للجول بلادر هو البورتال فين زي ما احنا شايفين. البورتال فين المفروض ان الدايمتر بتاعه ما يزيدش عن 13 مللي، وطبعا في فاريشنز. لو احنا جوه الليفر بنبقى المفروض ما تزيدش عن 12 مللي، او اتسايد ذا ليفر المفروض ما تزيدش عن 14 مللي. فاحنا بنقيس عند البوردر بتاع الليفر بالظبط، وبناخد اللي هي الافريج نمبر اللي هو 13 مللي. تمام، ده بالنسبه للبورتا هيباتس. طبعا عندنا ستراكشر مهمه جدا بنحاول ان احنا نفحصها، والعيان نايم صباين كده، اللي هي الكومن بايل داكت. زي ما احنا شايفين الكومن بايل داكت المفروض ان هي ما تزيدش عن 5 مللي، وبعد الخمسة يعني بعد سن الخمسين سنة، المفروض ان بعد الخمسين سنة كل ديكيد انكريز في الايج ممكن يبقى فيه 1 مليمتر اكسبتد انكريز ان ذا دايمتر اوف ذا كومن بايل داكت. طبعا في بعض العيانين، مثلا العيانين الالدرلي بيشنتس او العيانين اللي شايلين الجول بلادر اللي عاملين كوليسيستكتومي، ممكن الجول بلادر تبقى ممكن الكومن بايل داكت تبقى اكسبتد ان هي تبقى دايليتد لغايه 8 مللي، يبقى دي الجول بلادر والبورتال فين والكومن بايل داكت. دي الاستراكشرز اللي هي مينلي بشوفها في البورتا هيباتس فيو، وانا حاطط البروب بيربنديكولار على الكوستال مارجن في الميد كلافيكولار لاين. بعد كده بنقل اعمل حاجه اسمها انتر كوستال سكاننج، وده بيبين لي معظم البالك بتاعه الرايت لوب اوف ذا ليفر زي ما احنا شايفين، وبشوف فيه تو تايبس اوف فاسكولار ستراكشرز انسايد ذا ليفر. الفاسكولار ستراكشر دي اللي الوول بتاعتها بتبان ايكوجينيك اللي هي دي، ده بيبقى عباره عن البورتال فين وبدايه البرانشز بتاعته. تمام، وعندنا هنا ستراكشرز هنا بتبقى الوول بتاعتها زي ما قلنا بتبقى امبرسبتبل او انفيزبل اللي هي الهيباتيك فينز. يبقى بيميز البورتال فين الوول بتاعته اللي بتبقى ايكوجينيك او بيضه، والهيباتيك فينز الوول بتاعتها بتبقى بيرلي فيزبل او امبرسبتبل. وزي ما احنا شفنا دي الجول بلادر مفروده احسن شويه من الفيو اللي فات. تمام، دي الجول بلادر، والجول بلادر برضو ليها المفروض ان هي العرض بتاعها ما يزيدش عن 4 سنتي، لو زادت عن كده بنقول عليها ديستندد جول بلادر. والمفروض ان الوول ثيكنس بتاعتها ما تزيدش عن 4 مللي، لو زادت عن كده بنقول عليها ثيك وولد جول بلادر. وطبعا دي ان ذا كونتكست اوف باثولوجي احنا بنتكلم الارقام دي كلها بيبقى لها سيجنيفيكانس طبعا. تمام، زي ما احنا قسنا السبان بتاعه الليفت لوب اوف ذا ليفر، هنقيس السبان بتاعه الرايت لوب اوف ذا ليفر، واحنا قلنا المفروض دي ما تزيدش عن 15 سنتي، اكتر من كده بيبقى فيه هيباتوميجالي، وهي هنا طالع 13 ونص سنتي تقريبا، فيعتبر افريج سايز رايت لوب. تمام، يبقى احنا عملنا لونجيتيودنال ميد لاين سكان والبورت هيباتس سكان، ده بيبقى عند السيرفيس اناتومي بتاعه الجول بلادر اللي هو البروب بيتحط بربنديكولار على الكوستال مارجن في الميد كلافيكولار لاين، ده بيبين لي البورتال فين والكومن بايل داكت والجول بلادر. وبعد كده بعمل انتر كوستال سكاننج، وبعد كده بعمل حاجه اسمها سب كوستال سكان، لان مشكله الانتر كوستال سكاننج ان انا ساعات ما بشوفش الدوم اوف ذا رايت لوب اوف ذا ليفر زي ما احنا شايفين على الشاشه كده. الدوم هنا ماسكت بجاز شادو، ممكن يبقى جاي من الريبس او يبقى جاي من البلورا والبيز اوف ذا لانج، فبنحاول ان احنا نبص عليه عن طريق ان احنا نعمل حاجه اسمها سب كوستال سكاننج. البروب بيبقى محطوط بالمنظر ده تقريبا ترانسفيرس بالانديكيتور ناحيه يمين العيان، بيبقى باصص ناحيه الاكزيلا بتاعت العيان. لو انتم شايفين كده الدوم بتاعت الليفر بقت اكثر وضوحا واحنا بنبص عليها ثرو ذا انتر كوستال ابروتش. خد نفس لو سمحت، اكتم النفس جوه ما تخرجوش. زي ما احنا شايفين الدوم بقت اكثر وضوحا، وفي حاجه مهمه هنا ظهرت برضو اكثر وضوحا اللي هي الهيباتيك فينز. زي ما احنا شايفين ده الميدل هيباتيك فين، نفس ونكتمه جوه كويس لو سمحت، ده الميدل هيباتيك فين اللي بيظهر بوضوح هنا ده. تمام، ده الميدل هيباتيك فين، وعندنا الرايت هيباتيك فين اللي هو بيبان هنا ده، ده الرايت هيباتيك فين. تمام، طبعا الليفت هيباتيك فين احنا شفناه ثرو ذا ليفت لوب اوف ذا ليفر كويس،
والهيباتيك فينز مهمه قوي لما بنيجي نتكلم على سيجنيفيكانت فايبروزس في الليفر، بيحصل لها اتينويشن، ومهمه لما العيان يبقى عنده كارديوبالمونري باثولوجي لان هي بتبقى كونجستد. فلازم نبص على الهيباتيك فينز كويس، لان الداتا اللي بتبقى ييلدد من الاكزامينشن بتاعتها في غايه الاهميه. بعد كده بنعمل حاجه اسمها سكاننج للرايت كيدني ثرو ذا انتيريور تو ميد اكزيلري لاين بالبروب، بيبقى لونجيتيودينال along ذا اكسس اوف ذا كيدني، وزي ما احنا شايفين الكيدني موجوده هنا بوستيريور تو ذا رايت توب اوف ذا ليفر، يعني هي بتبقى موجوده على البوستيريور ابدومينال وول، وزي ما احنا شايفين هي عباره عن بين شيبد ستراكشر، بيبقى ليها كورتكس لونها اسود، بيبقى ليها مظله لونها ابيض، والمفروض ان الدايمتر بتاعها يعني ماكسيموم بيبقى من 9 ل 12 سنتيمتر، ودي بنسميها الكورتكس اوف ذا كيدني. واحنا عارفين طبعا الكورتكس دي الكورتيكال ثيكنس بتقل مع الايج، ودي بنسميها الابر بول اوف ذا رايت كيدني، ودي اللور بول اوف ذا كيدني، وفي عندنا سبيس مهم جدا بيبقى موجود ما بين الكيدني وما بين الرايت لوب اوف ذا ليفر بنسميه الموريسون باوتش، ودي من الديبندنت بارتس اوف ذا بيريتونيال كافيتي، العيان اللي عنده فري انترا بيريتونيال فلويد بيحصل لها جرافيتيشن في الحته دي، فدي من الحتت المهمه جدا اللي احنا بنبص عليها في عيانين التروما او العيانين اللي عندهم برفريتد فيسكس، لان الفلويد هنا بيبقى من الفلويد اكوميليشن في الحته دي اتز ا فيري كومن انسيدنس. طبعا احنا قلنا على دي ابر بول لان هي ريليتد للاستراكشر اللي لونها ابيض ديت اللي هي فوق الرايت لوب اوف ذا ليفر اللي بنسميها الهيميد افكت. خد نفس جامد لو سمحت وابتدي جوه الاستراكشر البيضه اللي بتبان هنا ديت دي اسمها الرايت هيميد افكت، الاستراكشر البيضه هنا دي، والبول اوف ذا كيدني اللي هي ريليتد ليها تبقى دي الابر بول، واللي بعيد عنها تبقى دي اللور بول. طبعا الكليه هنا بان ان فيها سمبل سيست كده مع النفس اللي هو ده بنسميه سمبل رينال سيست، وده طبعا ده توبيك فيه تفاصيل، ده مش المقام اللي احنا نتكلم فيها عن تفاصيل الموضوع دوت. بعد ما فحصنا الليفر في الفايف بلينز اللي احنا قلنا عليهم دول، انا بعيدهم تاني، لونجيتيودينال ميد لاين، بورت هيباتس، انتر كوستال سكان، سب كوستال سكان، وبعد كده الرايت رينال سكان. بعد كده هنبص على الليفت سايد عشان نشوف تو امبورتنت بارينكيماتوس اورجانز موجودين ناحيه الشمال اللي هم السبلين والليفت كيدني. وفي معلومه مهمه جدا لازم نفضل دايما فاكرينها واحنا بنحفظ واحنا بنفحص الليفت سايد، لان دي بتبقى مشكله بالنسبه للبيجنرز كتير قوي ان هم بيحطوا البروب دايما في مكان غلط. احنا عايزين نفتكر ان الليفت سايد ستراكشرز اللي هم السبلين والليفت كيدني ار هاي اند بوستيريور ستراكشرز، فدايما بنصح الناس ان انت تبقى ايدك لازم تبقى as posterior as possible up to ان knuckles of your hand should be touching the bed from the opposite side، تمام، عشان تبقى حاطط البروب في مكان مظبوط. زي ما احنا شايفين انا ايدي as posterior as possible، انا مش عارف باين ان ايدي posterior قوي ولا لا، وباين قدام الاستراكشر اللي احنا شايفينها قدامنا ديت، دي عباره عن السبلين وده بيبقى موجود تحت الليفت هيميدافراج اللي هو الاستراكشر اللي هي لونها ابيض هنا. طبعا لو انا عندي فلويد فوق هنا يعني كيفالات بالنسبه للليفت هيميد افراجمنت ده بنسميه ليفت بلورال افيوجن، وساعات ده بنشوفه في العينين طبعا اللي عندهم كارديوبالمونري باثولوجي. المفروض ان السبان بتاع السبلين ما تزيدش عن 13 سم، وده اربيتراري نمبر طبعا بيختلف على حسب البلت بتاع العيان وبيختلف على حسب حاجات كتير جدا، لكن هو الرقم 13 يعتبر ده افريج نمبر، اقل من كده بنقول افريج سايز سبلين، من 12 ل 13 بنقول مثلا ده بوردر لاين سبلينك سايز، اكتر من كده بيبقى سبلينوميجالي. وطبعا الاستراكشر اللي بتبان تحت السبلين ديت هي عباره عن الليفت كيدني، وهي نفس الابيرنس بتاع الرايت كيدني، طبعا عباره عن كورتكس اكسترنال بيبقى لونها اسود هايبوكاوك، والمظله بيبقى لونها هايبر ايكاوك، وطبعا الحاجه اللي في السونار اللي بيبقى لونها اسود بنسميها هايبوكاوك، وطبعا ده بيعتمد على الفلويد كومبوننت بتاعها. احنا عارفين الكورتكس هي اللي بتحتوي على الفانكشنينج نيفرونز او الفانكشنينج يونتس بتاعت الكيدني، والنيفرونز دي عباره عن بلاد ويورين، فالفلويد كومبوننت بتاعها بيبقى عالي قوي فبتعتبر هايبو اكاوت. انما المظله بيبقى لونها ابيض عشان هي عباره عن كولكتنج داكتس وعباره عن فايبروفاتي تيشو، و طبعا دي بتبان هايبر اكاوك عشان كده، لان اي يورين بيتكون بينزل على طول على على اليورينر بلادر واليوريتر، تمام. يبقى احنا شفنا في الليفت سايد حاجتين مهمين جدا اللي هما السبلين والليفت كده. بعد كده احنا بنيجي نفحص الميد لاين، مهم جدا
وغالبا ده بنفحصه عن طريق حاجه اسمها ترانسفيرس ايبيجاستريك سكان. هو طبعا بيبقى محتاج شويه بريشر بالمنظر دوت، وخصوصا لو العيان اوبيز شويه و او عنده جازز في الميد لاين. الاستراكشر اللي احنا شايفينها بالعرض هنا ديت ده اسمه السبلينو بورتال كونفلوس، السبلينيك فين، وهو يعني موصل ديستالي في الحته ديت كده بالسبلين، ده سبلينيك فين، وبيبقى جويند في الحته ديت بالسبيرو ميزنتريك فين، وبيعملوا البورتال فين بيهايند ذا هيد اوف ذا بانكرياس في الحته دي. السبلينو بورتال كونفلوس مهم جدا بالنسبه لنا، لان دوت احنا بنعتبر ان هو اللاند مارك بتاع البانكرياس. يعني انا دايما لما باجي ادور على البانكرياس بطلع السبلينو بورتال كونفلوس، وبعد كده ببص فوقيه عشان اشوف البانكرياس. البانكرياس هو الاستراكشر اللي موجوده فوقيه ديت، اللي هو هنا ديت، ده بنسميها البانكرياتيك هيد، وده البانكرياتيك بودي، والتيل بيبقى موجود كده ناحيه السبلينيك هايلوم. طبعا بيبقى عندنا فاسكولار ستراكشرز بتبقى موجوده تحت السبلينو بورتال كونفلوس اللي هو ماشي بالعرض دوت. الفاسكولار ستراكشر دي اللي هي تحتيه على طول، ده بنسميه السبيرو ميزنتريك ارتري، وده بيبقى برانش من الاورطة. واحنا عندنا طبعا الاورطة بيبقى موجود على البوستيريور ابدومينال وول هنا ان فرونت اوف ذا سباين، وجنبيه الانفيرو فينا كافا في الحته دي. بعد كده انا بعمل سكاننج داونورز كده، ببص على الاورطة وببص على الانفيرو فينا كافا، تمام، وبننزل داونورز جراديولي لغايه اما نوصل لليورينر بلادر. واحنا قلنا اليورينري بلادر لازم تبقى فول بيفور بلفيك اكزامينشن، لان الفول يورينري بلادر ذا ويندو تو ذا اكزامينشن اوف ذا بلفس. حط ايدك على راسك لو سمحت. دي اليورينري بلادر، والمفروض الوول ثيكنس بتاعتها وهي فول بالمنظر ده ما تزيدش عن 4 مللي، والمفروض وهي لو هي كولابس المفروض ما تزيدش عن 8 مللي. طبعا تحت اليورينري بلادر بيبان لي تو ستراكشرز مهمين. الاستراكشر الاولانيه دي بنسميها السمنال فيسيكلز، وقدامها شوية بتبان البروستات. دي البروستات قدامي هي. ساعات لما بنحب نحسب الفوليوم بتاعها احنا بنجيب الصورة ديول عشان نجيب البروستات في اللونجتيودينال فيو، وبنجيبها في الترانسفيرس فيو عشان ندخل الابعاد ونحسب الفوليوم بتاعها، تمام. ادي البروستات في الترانسفيرس سكان، وانا لو حاولت احسب الفوليوم بتاعها بيتحسب بالشكل ده. في الاول احنا بندخل الترانسفيرس او اللينث بتاعها، وبعد كده الويدث، وبعد كده بندخل الديبث، والجهاز اوتوماتيك اللي بيحسب الفوليوم بتاعها. المفروض ان هي العرض بتاعها ما يزيدش عن 4.5 سم، والطول ما يزيدش عن 3.5 سم، والديبث ما يزيدش عن 3.5 سم، والفوليوم ما يزيدش عن 25 سي سي. اكتر من كده بيبقى فيه بروستاتوميجالي. وطبعا وانس ان البروستاتيك باثولوجي از سسبكتد، يعتبر الترانس ريكتال الترا ساوند هو الموست سنسيتيف تول فور ذا اسسمنت اوف ذا بروستات، لانه بيبين لنا تفاصيل كتيره جدا وبيجايد البايوبسي تيكنج لو احنا قررنا ان احنا ناخد الترا ساوند جايدد ترانس ريكتال بايوبسي من البروستات. اليلد بتاعها بيبقى احسن كتير جدا لو البروستات باثولوجي از سسبكتد. طبعا العيان لو عنده باول باثولوجي احنا برضو بنحاول ان احنا نعمل اسسمنت للباول. الباول بتبان في صوره كده اسمها التارجت ساين، يعني بتبان كانها سيركل كده هايبو اوكويك، والوول بتبقى فيها alternating layers، layer hyper echoic و layer hypo echoic وهكذا على حسب. طبعا layer hypo echoic في البول دايما بتبقى muscle structure، سواء دي بتبقى muscularis mucosa او muscularis propria، لان المسلز بيبقى ليها rich blood supply، يعني fluid component بتاعها بيبقى عالي جدا، فده بيخليها hypo echoic، يعني بتبان لونها اسود في السونار زي ما احنا شايفين. دي الاستومك مثلا ريليتد لليفت لوب اوف ذا ليفر اهو. طبعا الكونتنتس اللي جواها بتعمل هايبر ايكويك شادوينج، هايبر ايكويك شادوينج انا اسف، والوول بتاعتها ديت بتبان هايبر ايكويك كده، لان الماسلز بتبقى فرض نفسها على الصوره.
طبعا احنا لما بننزل جراديوالي كده بنحاول ان احنا نبص برضو على الكولون، والكولون بنعرفه بالجاز باترن اللي جواه زي ما احنا شايفين. يعني مثلا دي الهاوسترال باترن بتاع الاسندنج كولون، بنلاقي بوكيتس اوف جاز كده تبقى عامله اكوستيك شادوينج وراها. وطبعا الباول كل ما كانت باثولوجيكال كل ما الفحص بتاعها بيبقى اسهل كتير جدا، لكن النورمال باول الاكزامينشن بتاعها بيبقى رادر ديفيكلت. وطبعا احنا دايما بنحب نفحص زي ما احنا شايفين، مثلا ده الديسندنج كولون وبدايه السيجمويد كولون زي ما احنا شايفين، عامل لينير هايبر ايكويك جاز شادو بالمنظر دوت، وبيعمل اكوستيك شادوينج لونه اسود تحتيه بالمنظر ده. تمام. طبعا الشادوينج بتاع الستونز بنسميه كلين اكوستيك شادو، انما الشادوينج بتاع الجاز بنسميه ديرتي جاز شادو، عشان ده الهواء في الصندوق يعمل شادوينج زيه زي الستونز كده، لكن طبعا مع الفارق. انا اتمنى ان الصوره كده تكون واضحه بالنسبه لنا. الموضوع كله اذا ماتر اوف تريننج، كل ما نتدرب كويس ونشوف عيانين كتير ونتعود على الباثولوجي اكتر، الاوت كوم بتاع الاكزامينشن بيبقى كويس، وده بيفرق معانا جامد جدا في الايفالويشن بتاع العيانين واتخاذ القرارات العلاجيه بالنسبه لهم. والالترا ساوند اللي استعانا بيه بدري في الايفالويشن اوف ذا بيشنت بيأثر لنا الطريق بتاع التقييم بتاع العيان وعلاجه. فانا اتمنى ان كل الناس في الديفرنت سبيشالات تهتم بالالترا ساوند تريننج، لان ده من الحاجات اللي هتحسن الليفل بتاع البروفايدر وهتحسن الكواليتي بتاع الميديكال كير اللي هيبقى بروفايد للعيانين. وانا بعيد في الاخر ان نو سبيشالتي اونز الترا ساوند، الالترا ساوند بتاعنا كلنا اي حد يقدر يتدرب يتدرب، وده فور هيز اون سيك اند فور ذا سيك اوف ذا بيشنتس اللي هو بيعالجهم. واشكركم شكرا جزيلا.